السلام عليكم. اليوم راح نبدي المحاضرة الأولى واللي هي Part 1 تتعلق بـ Unit 1 Lesson 2، وهذا الموضوع هو قواعدي. أول ما نبدي راح ناخذ الأساسيات اللي إحنا لازم نتذكرها حتى نبدي بموضوع السادس. فموضوعنا يتكلم عن Past Continuous الماضي المستمر والباست سمبل الماضي البسيط. حتى نتذكر شنو الباست كونتينيوس، احنا لازم نعرف انه الباست كونتينيوس الماضي المستمر يتكون من فعلين، الاول مساعد والزوير والثاني رئيسي، فعل يحتوي على اي ان جي. فكل زمن احنا راح ناخذه ان شاء الله لازم نعرف بـ 3 فورمز، ثلاثة اشكال. الشكل الاول هو الشكل المثبت اللي يطلب من عندنا بالسؤال، حيث نلاحظ انه بين قوسين اكو فعل، بين قوسين الجملة منتهية بنقطة او فارزة، وهذه القوسين بيها بس الفيس وهو الفعل المجرد. شو راح نسوي احنا؟ نحتاج الماضي المستمر ان يكون بهذا الفعل، فراح نستدعي الواز اللي راح يكون ويا الفاعل اي او شي هي ات او اسم مفرد، او نستدعي الفعل المساعد وير اذا كان الفاعل they وي يو او اسم جمع. اذا احنا هنا لما نشوف الفعل بين قوسين المطلوب نسوي ماضي مستمر، راح شي يصير عندنا هنا؟ راح يصير اي was cleaning my room. نرجع مرة ثانية نشوف الشكل الآخر للماضي المستمر اللي هو شكل النيجاتيف، اللي راح الواز يصير بي wasn't والوير يصير weren't. ونرجع نذكر الطالب دائما اللي بين القوسين هو فعل رئيسي مجرد، يعني الwasn't والweren't راح تكون من الطالب. شو راح نعرف نريد من عندنا بالسؤال؟ ماضي مستمر منفي، راح نلاحظ وجود not و looking، فلهذا راح يكون الجواب she wasn't looking. ونرجع مرة ثانية إلى حالة الثالثة وهي حالة الـ question اللي راح يكون بيها الفعل المساعد متقدم على الفاعل الـ was والـ were plus subject plus verb with ing form. إذن إحنا شلون راح نعرف عندنا جملة تحتوي على ماضي مستمر يحتاج أن يكون في حالة السؤال؟ راح نلاحظ وجود الفاعل في القوسين ونهاية الجملة راح تكون بعلامة سؤال. فإذا هنا أنا راح أكتب رأساً where you sleeping. اذا حققت اني شغلتين في ان واحد. اول شيء راح اعرف انه محتاج ماضي مستمر، وكذلك انتبه على القوسين اذا كان الفعل لوحده فراح يكون مثبت، اذا يم نط راح يكون نفي، واذا كان ينتهي بعلامه السؤال وجود الفاعل بين القوسين راح يكون سؤال. واتعلم ستراكشر مال البوزيتيف نيجاتيف كويستشن الباست كونتينوس. نفس الشيء راح نرجع وين؟ الى الباست سمبل. ايضا الباست سمبل بي بوزيتيف بي نيجاتيف بي كويستشن. البوزيتيف مالته اذا انا عندي فعل بين قوسين وما يمه اي شيء وتنتهي الجمله بنقطه او فارزه ومطلوب من عندي ماضي بسيط، فراح الاحظ يا اما راح يكون ريجولر قياسي بي اي دي، يا اما ايريجولر شاذ، وصدفه كان الفايند هو من الافعال الشاذه اللي لازم نحفظها بنهايه الكتاب، فراح يكون الجواب فاوند. ونرجع الى الجمله الثانيه اللي هي وجود النوت قرب الفعل هيت، فلذلك أنا راح أضطر أن يكون جملتي في حالة النفي، فراح أرجع على structure بناء الماضي البسيط في حالة النفي، وأعرف أنه لازم أستدعي didn't والفعل اللي بعدها يكون كما هو. ونرجع نذكر الطالب الفعل بين القوسين دائما يكون مصدر مجرد، وإذا كانت الجملة تحتوي على علامة سؤال إذا أنا راح أستدعي did اللي يصير قبل the bell ويكون السبجكت والانفينيتيف المصدر ينزل مثل ما هو، فراح يصير بهالشكل هذا did the ring. اذا اصبح الماضي البسيط يا اما مثبت حسب توجه القوسين، يا اما القوسين يطلب مني not فاحوله الى نفي، يا اما القي علامه السؤال فاحوله الى جمله استفهاميه. هنا أنا راح يبدي انطلاقتنا للسادس اعدادي. انا عندي جملتين، وحده ماضي مستمر ووحده ماضي بسيط، اريد اربطهم سوية. السبب انه اريد اقول هناك شيء حدث او لم يحدث في اثناء شيء اخر، يعني راح يكون عندي شورت اكشن حدث قصير
قطع لونج اكشن حدث طويل. الربط ما يكون بهالشكل هذا، لا يكون بفوارس فقط ولا بنقطة، وإنما يحتاج إلى أدوات ربط. راح إن شاء الله نكملها بـ Part 2.